السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة وريمونتادا نادي الزمالك في كاس مصر في دقائق قليلة. يعني ما تفسده مش عارف الايه يصلحه الزمالك. بصوا مبدئيا كده، ألف مبروك لنادي الأهلي ان هو كسب، وألف مبروك لنادي الزمالك ان هو كسب، اهو محايدين اهو زي الفل. بس انا زملكاوي، يعني انتوا عارفين ان انا زملكاوي، واكيد يعني لما باجي اتكلم مثلا على الاهلي حلو او الكلام ده كله، بيكون لاعب حلو وفعلا بيكون بيستحق ان هو يلعب حلو، الزمالك يلعب حلو، لكن ده النادي بتاعي. ما تزعلش مني، اخيرا اخيرا اخيرا. يعني انا بقول لك على حاجه، هقول لك اخيرا ايه. انا من بعد موسيماني ما جه الاهلي وفايلر مشي، بدات الشك يراودني. يعني ايه الشك يراودني؟ يعني في الاول لما فايلر كان موجود وقلنا هنلعب الاهلي في دوري ابطال افريقيا، والله وحياه ربنا انا كان عندي قناعه مثلا بنسبه 95% ان الزمالك هو اللي هياخد دوري ابطال افريقيا، لان فايلر ما قبل الكورونا هو غير تماما فايلر ما بعد الكورونا. ده كان انسان هوب حصل شقلباز، واحد تاني جه مكانه. فكان عندي قناعة ان لا خلاص هنكسب ان شاء الله النادي الاهلي، والنادي الاهلي اداؤه ضعيف جدا مع فايلر بعد الكورونا، لولا ان اللعيبة يعني في لعيبة كتير في الملعب رجالة زي محمد الشناوي وعمرو السلية واحمد فتحي وكده، الاهلي ما كانش هيكسب، بقية الماتشات كان بيكسبها بصعوبة. ولكن بعد ما جه موسيماني حصل عندي شوية تخوف. النسبة بتاعت 95% ان الزمالك ياخد دوري ابطال افريقيا دي قلت سيكا، قلت شوية، يعني وصلت مثلا ل60%. بس ما زلت عند قناعتي ان بإذن واحد احد، ده مش تمني، ده توقع، ان الزمالك هياخد دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. موسيماني بدأ يقلل الشك فيه، يزود قصدي الشك في ان الزمالك ياخد الدوري، ياخد دوري ابطال افريقيا. ولكن بعد مباراة امبارح للزمالك مش للاهلي، بدأت النسبة تعلى عندي. هتيجي تقول لي يا عم انت كنت بتلعب نادي مصر يا عم وكسبان 2-1 بالعافية وكفران وعشتك مش عارف ايه وبتاع، فاقول لك قبل ما ندخل في التفاصيل، استأذنك لو انت اول مرة تشوفني في تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوس عليه، جنبه جرس، دوس على الجرس واختار اول اختيار. ولو انت جديد او قديم معنا في القناة ما ننساش تعمل لايك، لان اللايك مهم جدا في انتشار الفيديو. ما ننساش تعمل كومنت وما تنساش تعمل شيء. الزمالك و اف سي مصر 2-1 للزمالك، وإف سي مصر خلاص، يعني كمان كام يوم هنقول إف سي مصر سابقا لأن هو اسمه هيتغير. يعني بص يا سيد الناس، دلوقتي الزمالك كان محتاج الروح دي من فترة. هتقولي فترة إيه وأخيرا إيه؟ أخيرا الزمالك يعني حسيت امبارح إن الروح كانت عالية، يعني ما استسلمش. انت خسران 1-0 وفي الدقيقة خلاص داخلة في 85 او 86 وما استسلمتش. واحد مكانك او لو الروح مش موجودة او لو مفيش عزيمة او اللعبة مش مستعدة نفسيا لدوري ابطال افريقيا، ما كنتش هتلاقي الروح والعزيمة دي موجودة، مش هتلاقي القتال على اخر لحظة، انا يا قاتل يا مقتول، انسى. لكن الروح دي والعزيمة دي واسامة فيصل ده، الولد الشقي ده، البرنس ده، لا كده لا. الزمالك بيقول لك لا انا عندي، الزمالك بيقول لك انا جاي، الزمالك بيقول لك انا دوري ابطال افريقيا بتاعي. واحد طبعا يجي يقول لي ايه اللي بتقوله ده يا عم، انت عشان الاهلي لعب مع ابو قير للاسمده ماتش يعني كان اداء ضعيف شويه وكسب بنتيجه قليله، يبقى خلاص كده الزمالك هو اللي ياخد دوري ابطال افريقيا عشان حته ماتش كاس؟ مش هو ده اللي بيحكم. ايوه يا صديقي، مش ده اللي بيحكم، ولكن اللي بيحكم حاجه تانية. انا تاني بقول لك، لما جيت احكم ما حكمتش على الاهلي، لان موسيماني تعلب. موسيماني يعني هو الاداء اللي انا شفته من النادي الاهلي اللي كان وحش ده، مش عشان خاطر الاهلي وحش، لا انا بقول لك لا. اولا دي يعتبر مش التشكيله الاساسيه، يعني مين الاساسي في التشكيله؟ محمد الشناوي واللي قدام كلهم يعتبر مش اساسيين، يعني احمد الشيخ كان ساعات بيلعب اساسي بس لا خلاص، حسين الشحات يمين ما كانش بيلعب اساسي، كهربا شمال ما كانش بيلعب اساسي، قفشه ما كانش بيلعب اساسي، مروان محسن ما بيلعبش اساسي، يعني هم دول الاساسيين، ما لعبش في التشكيله الاساسيه اللي هي بدات. ورا عمرو السوليه وديانج ما لعبوش، محمد هاني وايمن اشرف وعلي معلول ما لعبوش، يبقى هو محمد
الشناوي وياسر ابراهيم، يعتبر طبعا رامي ربيعه بيلعب برده يروح ويجي، بس يعتبر تشكيله مش اساسيه، تشكيله خليط من الشباب والاحتياطي. ف ده كان الطبيعي اللي هو يظهر، لان برده ايه دايما القوه الاحتياطيه غير القوه الاساسيه. وموسيماني تعلم في ايه بقى؟ انا حاسس عندي قناعه كده ان موسيماني كان مدي تعليمات مثلا للعيبه اللي هو ايه، ما تعملش نفسك لعيب قوي، ما عارف اللي هو ايه، ما خلاص مش على اخرك، عايزين نطلع الماتش ده 1-0 2-1 بالكتير، مش عايزين نزود، عايزين ندي ايه حق للزمالك ان احنا تعبانين وضايعين فيتغروا في نفسهم فما يستعدوش كويس. انا دي وجهه نظري، لان الاداء بتاع الاهلي امبارح كان اداء يعني وحش جدا، ولكن انا بقول لك لا، يعني موسيماني مش سهل للدرجات دي، مش بسيط للدرجات دي، لا موسيماني عنده اكتر من كده، موسيماني عنده افضل من كده، احسن من كده. فهو كان قاصد الموضوع ده، انا دي وجهه نظري. واحد يجي يقول لي يا عم يعني في مدرب يقول للعيبه بتاعته ما تلعبوش كويس، يقول للعيبه بتاعته العبوا اداء ضعيف ما تلعبوش باداء قوي، انا بقول لك دي وجهه نظري، هو الراجل كان قاصد كده. الراجل انا يعني شايف كده فعلا من الاداء بتاع امبارح، هو الراجل مش متعصب قوي، مش عارف اقول لك، لو اتعصب كمان بتبقى تمثيليه، فاهم، ما بتبقاش حاجه اساسيه او قويه. انا دي وجهه نظري، لان الاداء اللي لعب بيه الاهلي امبارح ده، لا مش ده اداء موسيماني، يعني مش هقول لك مش ده اداء، لا مش ده اداء موسيماني مع الاهلي، فدي خطه. فاحذر يا باتشيكو، وانا عارف ان باتشيكو مش غبي، باتشيكو ذكي برضه، طبيعي حتى لو شفت الاهلي بيلعب وخسران 15-0 هستعد، ده الاهلي. لكن اللي عمله الزمالك امبارح واللي عمله باتشيكو والوقوف على الخط وتحميس اللعيبه والروح اللي كانت بتحصل، واسامه فيصل اللعب واللعيبه بتلعب لاخر لحظه وهنكسب الماتش والحمد لله كسبوه، لا ده والله العظيم انا بقول لك، لا دي روح دوري ابطال افريقيا باذن واحد احد. وانا عارف ان دايما ماتشات الاهلي والزمالك مش مقياس، مفيش حاجه اسمها بتبقى مقياس، ولكن دي روح دوري ابطال افريقيا، وافتكر كلامي، انا بقول لك افتكر كلامي، يعني باذن واحد احد، باذن واحد احد ان شاء الله الزمالك هو بطل دوري ابطال افريقيا الموسم ده، انا بقول باذن الله مش شرط، خلاص انا ما بصمتش، انا بقول لك الكلام ده بقى لي قد ايه، بقى لي شهور من ساعه ما البطوله بدات والناس تقول لي لا الوداد لا الرجاء، اقول لهم الزمالك ان شاء الله بطل دوري ابطال افريقيا، وارجع يرجع للفيديوهات السابقه، انت فاهمني. بس فمش معنى كده ان الاهلاويه زعلوا مني، لا والله، ما انت طبيعي اهلاوي بتتمنى ان فريقك هو اللي يكسب، تتمنى ان فريقك هو اللي يحقق دوري ابطال افريقيا، طبيعي، وانا اتمنى فريقي يحقق دوري ابطال افريقيا. الاهلي كسب هقول له مبروك عادي، دي روح رياضيه، مش شرط تبقى من قلبي، بس ده بقى اللي لازم نعمله، مبروك وخلاص، ما اقعدش بقى اقول له ما انتوا تحكيم وانتوا فار وانتوا بالفلوس وانتوا ولا الهري ده خالص، يا باشا انت كسبت مبروك، انا كسبت تقول لي مبروك وروح رياضيه وزي الفل وعلى الله. انا عارف ان ممكن ما تكونش من قلب الواحد، بس ده بقى المطلوب، الروح الرياضيه، مش عايزين تعصب، مش عايزين شتايم، مش عايزين خناقات، بس كده يا صديقي. الف مبروك للزمالك، الف مبروك للاهلي، الصعود لنصف نهائي كاس مصر. كان معكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، سلام عليكم.